قالت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال الخاصة. يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة القمع الإسرائيلي في الأقصى، ما استدعى دعوات فلسطينية إلى الحشد يوم الجمعة المقبل، وذلك بالتزامن مع أنباء عن حل أمريكي وسط أمهلت واشنطن تل أبيب حتى مساء اليوم للرد عليه. وضمن التضييقات الإسرائيلية، أغلقت شرطة مساء أمس بابي العمود والساهرة في البلدة القديمة واللذين يؤديان إلى المسجد، ولم تسمح بالعبور إلى البلدة سوى للمسجلين بأنهم سكان فيها.